معلش انا عارف ان الموضوع صعب، رسالتك اللي بتقولها النهارده ايه؟ اقول لهم يا اخوانا اقروا الدين كويس، اقول لهم اقروا الدين كويس، والله العظيم احنا برضو ناس نعرف ربنا، ما احناش كفار يعني مش عشان احنا بقينا في الجيش ولا في الشرطه ولا مش عارف ايه، ما احناش كفار، احنا بنصلي زيكم وبنصوم زيكم، والله اعلم ربما انا مش هنزكى نفسنا على حد، بس يعني ما فيش في الدين بتاعنا حكايه القتل دي. القتل ده جابوه منين؟ جابوه في اي دين ده؟ وانا شرع اللي بيقول لما تختلف مع واحد لمجرد ان هو ضابط او لمجرد ان هو عسكري انك تقتله؟ مين اللي قال كده؟ بس انا مش عارف اقول ايه بصراحه، انا ربنا يصبر اهله، ربنا يصبر والده ومراته واولاده اللي شافوا الموقف ده، اللي نزلوهم العربيه العالم الجاحدين دول، ما اعرفش قالوا بيجي لهم قلب ازاي يدوس على سلاح، ده احنا كان بيبقى معانا السلاح المير وبنخاف نضرب فيه عشان ما نصيبش حد بالغلط. المير يا اخوانا، المير اللي هو رسمي اللي بيتقال لك دافع بيه عن نفسك، كنا بنخاف نستعمله عشان ما يتقالش علينا ان احنا موتنا واحد بالغلط عشان ما نوقفش نتسال عليه قدام ربنا. دول بيموتوا كده، عمل ايه يا احمد عصام؟ انا حتى عمله في الاحوال المدنيه بعيد عن المجال خالص، بقاله 10 سنين في الاحوال المدنيه، يعني لا احتك بيهم ولا عمل بيهم ولا حتى لو بيحتك بيهم، هو بيحتك لمين؟ ده عمله، ده اكل عيشه، ده مصدر دخله هو واسرته اللي هيعيش بيهم، هيعمل ايه يعني؟ الله يرحمه واموات المسلمين جميعا والشهداء من الجيش والشرطه ويعينهم ويقوم، يا رب يعدي الايام دي على خير على البلد كلها.